السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله بدي نشارك معكم هذا البوندو، هذا كيف ما كتشوفوا، يعني نوريكم الطريقة اللي خدمته، يعني كيفاش خدمته. هانتوما اول حاجة غادي نحتاج بحال هذا البوندو هذا كيف ما كتشوفوا، وغادي نحتاج لهاد الوريدات، غنحتاج لهاد الوريدات هادو هانتوما كيف ما كتشوفوا، غنحتاج لهاد الوريدات هادو. واللون بطبيعة الحال اختيار كيبقى على حساب كل واحد وشنو كيبغي في الاختيار. وكذلك غادي نحتاج البرق والخيط كيف ما كتشوفوا، باش غادي نركب هاد الوريدات، نركبهم في هاد البوندو هذا. وغادي نحتاج هاد العقيقات، الا كانوا عندكم ديروهم، ما كانوش بلاش ما ديروهمش، ما كاين حتى شي مشكل، المهم خليكم مع الطريقه. من بعد غادي نجيب البره والخيط هانتوما كيف ما كتشوفوا، وغناخد وريده بحال هكا، غنحاول نثبت الخيط هنا كيف ما كتشوفوا، نثبتو مزيان بحال هكا باش ما يتحلش ليا. المهم تبتو مزيان هكا كيفما كتشوفوا، صافي. وغنثبتو هنا حيت هذا راه يتوب كيفما كتشوفوا، هانتوما بحال هكا. بحال هكا هانتوما، ونخشي عاوتاني البرا هنا في الخدمة عندي بحال هكا، ونعاود نخرجها من هنا من التوب بحال هكا، صافي. ونبقى غادي بنفس الطريقة نضربها هنا في البوندو، وضربها هنايا في التوب بحال هكا. نبقى غادي بنفس الطريقة نضربها في التوب، وضربه في هاد الوريده هادي بحال هكا، ضربه في التوب وضربه في الوريده. بقى غادي بنفس الطريقه، المهم نكملهم ونرجع معكم. هانتوما كيف ما شفتوا ركبت الاولى، هانتوما راكب مزيان. دابا غنجيب هاد الوريده الثانيه هانتوما بحال هكا، ناخد البره وهنا في هاد العصا هانتوما، مشيو بحال هكا كيف ما قلت لكم، ضربه في التوب وضربه في الخدمه. بحال هكا ضربة في التوب وضربة في الخدمة. ضربة في التوب وضربة في الخدمة هانتوما. كيف ما قلت لكم ضربة في التوب وضربه في الخدمه. دابا غادي نكمل هانتوما نفس الخدمه اللي خدمت بها هنا، غنعاود نخدم بها هنايا. المهم نكمل انا هاد البريدات اللي عندي هنا كاملين ونرجع معاكم. كيف ما كتشوفوا من بعد ما كملت هانتوما كيجيني بهاد الطريقه هادي. دابا غنجيب هاد العقيقات هادو وغادي نركبهم هنايا في هاد البلايص هنا. غناخد الخيط هانتوما في البيض من هنا من التحت هانتوما، بحال هكا، ونعاود نثبتو هنا مزيان، صافي. ونجيب عقيقة
صافي، ونعاود ندخل الخيط من هنا ونخرجه من هاد البلاصة هنايا. هانتوما هي شوية، بحال هكا كيف ما كتشوفون. نعاود نخشي هنا الخيط حتى نثبت هاد العقيقة مزيان باش ما تبقاش طايح ليا. نثبتها مزيان بحال هكا، بحال هكا. هانتوما صافي، ونعاود نخشيها عاوتاني لهنايا. صافي هانتوما تبتت ليا مزيان، هانتوما تبتت مزيان، ونعاود نخشيها عاوتاني الخيط بحال هكا. هانتوما كيف ما كتشوفوا خشيت هنايا عاوتاني الخيط. دابا غنجيب العقيقة هاد هادي، ونفس الخدمة غادي نعاودها حتى هي نديرها هنايا في هاد البلاصه، ونفس الخدمه كتبدا تعاود. ها نتوما ونثبتها مزيان، بحال هكا، ونعاود نخشي الخيط من هنا، ونعاود نخشي من هاد البريضه هادي، ونخرج الخيط. هما بحال هكا، المهم غنبقى غادية بنفس الطريقة حتى نكمل هاد الجوج اللي بقاو عندي ونرجع معاكم. كيف ما شفتو من بعد ما كملت، هذا هو الشكل النهائي ديال هاد البوندو هذا. كنتمنى يعجبكم، وكنتمنى الشرح يكون واضح. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. السلام عليكم.